في مركز الشرطة جلب الضباط فرانكلين لغرفة الاستجواب. اجلس. سيد فرانكلين، أنت صاحٍ؟ أجل، أنا صاحٍ. حين وصل المحققون بدأوا بجمع معلومات أساسية. ما اسمك الحقيقي يا لوني؟ فرانكلين. أم من اسم أوسط؟ ديفيد. وكم مضى على زواجك؟ 32 عاما. حسنا، والأولاد؟ لدي ولدان. إذن صبيان بنات؟ صبي وبنت. من الأكبر سنا؟ الفتاة. متى بدأت تعمل لصالح البلدية؟ أنا في إجازة إدارية أو شيء كهذا. منذ متى؟ مضى حوالي 10 سنوات وأعمل لوحدي. حسنا، ولما الإجازة الإدارية؟ أهي لسبب طبي؟ أجل، لدي إصابة في الظهر، إصابة في الكتف. الكتف؟ لديك تعويض إصابة عمل؟ أجل، لدي تعويض جار. لدى البلدية؟ حسنا. كان يدعي أنه تعرض لبضع إصابات وأنه أصيب أثناء العمل، وجميعنا نعتقد أنها في الواقع بسبب رفعه للجثث وحملها واضطراره لرميها في مجامع النفايات وما إلى ذلك أيضا. هكذا تعرض للإصابة على الأغلب. كان يتلقى مبلغا من المدينة واستطاع أن يبقى في المنزل وألا يعمل، حيث اكتفى باللعب بالسيارات وتسكع مع أصدقائه، ثم يجوب الشوارع بحثا عن العاهرات والنساء. أتعلم لما أنت هنا؟ لا أعرف. حسناً، نعمل في تحقيق جنائي وهناك مذكرة لاعتقالك، وأنت متهم بجرائم قتل. جرائم قتل؟ أجل يا سيد. إذن وقبل أن نبدأ الاستجواب، أرى من تعابير وجهك أن لديك أسئلة كثيرة لتطرحها علينا. أجل، لدي أسئلة. ونحن لدينا بعض الأسئلة أيضا. حسناً. رأيت على هذا التلفاز لآلاف المرات، أنصحك بالتحدث وسنتحدث رجلا لرجل. حسناً. موافق على هذا؟ وافق فرانكلين أن يتحدث مع المحققين دون وجود محام، وبعدها دخل المحققون صلب الموضوع مباشرةً.